مشاهدينا الكرام الى ملعب العباسيين بالحله الجديده الى الديربي الدمشقي بين البرتقالي الوحده والمجد الازرق ياسمينة الشام الذي انتهى بالشوط الاول بتقدم الوحده بهدف مقابل لا شيء سجله علي صلاح المهاجم العراقي الذي يستحوذ على الكره يمررها الى حمدي المصري، حمدي المصري الى عناد عثمان، عناد الى البراك، البراك الى نهاد، نهاد الحاج مصطفى اماميه لكن مبعده من دفاعات المجد عادت الى البراك يصوب لكن بعيده جدا، بعيده جدا امام الروضه الأزهر بينما البراك هنا يحاول أيضا المرور والتوغل، هذا اللاعب الذي أثبت نفسه بشكل كبير في الجهة اليسرى البرتقالية في هذا الموسم بينما كرة لمصلحة حمدي المصري، مرور ممتاز، تصويبة أرضية لكن في أحضان رضوان الأزهر، في أحضان رضوان الأزهر الكرة الماضية، الحارس المتألق بكل تأكيد مع البرتقالي بينما هنا عرضية لمصلحة الوحدة علي صلاح بجوار المرمى، بجوار المرمى على خط المرمى، الكرة الماضية مرت دون أي متابعة من سي الشيخ أو من أي لاعب وحداوي في اللقطة الماضية، هذه هي الكرة، علي صلاح مرر على خط المرمى صنع الهدف الثاني لكن الهدف الثاني لم يأتي في اللقطة الماضية لمصلحة عادت الكرة لمصلحة وحدة عند نهاد حاج مصطفى إلى عبد الرحمن عكاري، عكاري عرضية إلى من؟ إلى علي أم الاسطنبلي؟ الاسطنبلي مرور تصويبة لكن بعيدة أمام المرمى، أمام المرمى محمد اسطنبلي لم يمرر في اللقطة الماضية بل صوب مباشرة فوق شباك رضوان الأزهر، الخطورة كلها برتقالية والكرات برتقالية بين عبد الرحمن عكاري على تنفيذ هذا الخطأ بالكرة العرضية لمصلحة البرتقالي، الله يا عكاري، الله يا عكاري في اللقطة الماضية أراد الشباك مباشرة في اللقطة الماضية ولم يرد العرضية بينما هنا رمي التماس البراك إلى حمدي داخل المنطقة يسقط حمدي وحكم اللقاء محسن بسمة لا يحتسب أي شيء في اللقطة الماضية وسط احتجاج مجداوي وخاصة من رضوان الأزهر على الكرة الماضية من حمدي المصري تدخل كان على مدافع نادي المجد واحتسب الخطأ على حمدي بينما خطأ لمصلحة مجد سامر عوض أول تصويبة ثاني تصويبة عمر خليل ثالثة إلى من لمصلحة مجد حمزة يتوني لكن بعيدة بعيدة تعود إلى ركنية لمصلحة المجد تلعب عرضية رأسية لكن أبعد عن شباك عدنان الحافظ في اللقطة الماضية تعود برتقالية لنهاد حاج مصطفى تصويبة بعيدة وبعيدة جدا من نهاد المدفعشي في اللقطة الماضية تعود الكرة برتقالية إلى سي الشيخ سي الشيخ إلى علي صلاح علي صلاح يسقط في هذه اللقطة الماضية في آخر دقائق وحكم اللقاء لا يحتسب أي شيء في اللقطة الماضية على كل كرة مجداوية وما زال تواصل سقوط علي صلاح على أرض الملعب في اللقطة الماضية تعود الكرة برتقالية إلى دفاعات برتقالية محمد اسطنبلي يلعبها أمامية إلى سي الشيخ سي الشيخ يحاول المرور في هذه اللقطة يلعب الكرة إلى عبد الرحمن عكاري عكاري يبعدها بعيدة جدا لمعالجة علي صلاح في هذه اللقطة الماضية علي صلاح المصاب وهنا محسن بسمة يقترب علي علي صلاح ربما انذار على علي صلاح في اللقطة الماضية انذار على كل غريب في اللقطة الماضية على علي صلاح بينما هنا الكل ينتظر صافرة الدولي محسن بسمة لتعلن الأفراح البرتقالية بأول نصر في لقاءات الإياب واحتلال الوصافة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الكرامة الكرة الأخيرة الآن عند ياسر شوشرة ياسر إلى حمدي المصري حمدي المصري في آخر الثواني إلى ياسر شوشرة تعود مجداوية لمصلحة المجد لكن هنا محسن بسمة يطلق صافرته معلنا نهاية هذا اللقاء بفوز الوحدة بهدف مقابل لا شيء سجله علي صلاح